قام سعاده السيد ايمن بن توفيق المؤيد الامن العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وسعاده السيده روان بنت نجيب توفيقي وزيره شؤون الشباب بزراعه عدد من الاشجار في حديقه منطقه السيف وذلك دعما لمبادرات خطه العمل الوطنيه لتحقيق الحياد الكربوني التي اعلن عنها حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم وفي اطار تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باطلاق اسبوع الشجره ياتي اسبوع الشجره ليعزز نتائج خطه التشجير والتي تهدف الى تضاعفت عدد الأشجار إلى أكثر من ثلاثة مليون شجرة بحلول العام 2035 وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الإطارية بشأن تغير المناخ.